السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة خديجة أم فاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا الفيديو. رمضان كريم. العصير ديال 5 دقائق اللي كيجي رائع جدا وصحي في نفس الوقت. الا كنتوا اول مرة لكم زير القناة، ما تنساوش تابوناو معايا البارطاج للفيديو، الله يسهل عليكم، شي تعليق يكون محفز للقناة. فهاد العصير غادي نتولوا ان شاء الله معتمدين عليه، فهو ماشي جديد ولكن بالطريقه اللي غنوجدوا لكم بها كيجي رائع جدا. نمشيو نوجدوا ان شاء الله مع بدايتنا. هنا عندي واحد جوج ديال الخزوات او جزارات صغار اللي نقيتهم وحكيتهم في المبشره. عندي 3 ديال الليمونات، الا كانوا كبار ديروا غير جوج اخواتي. عندي واحد البنانه صافي، وعندي السكر اللي غنوريكم شحال درت انا بالضبط. غادي نقشر الليمونات بهذه الطريقه، هذه نحيدو ليهم القشور ديالهم ونحيدو دوك الخطوط الخيوطه دوك البيضين اللي من الفوق، ونحيدو داك الخويط اللي كيكون في الوسط. ضروري نقطعوهم هكا دائري على شكل دائري باش نتاكدوا على العظيمات نحيدوهم، فالعظومه وهذوك الخيوطه دوك البيضين كيعطيونا مروره العصير. العصير كيف قلت لكم ديال 5 دقائق كتوجدوا حتى لاخر لحظه وجدوه، ولكي راه كيجي منعش وكيجي زويون بزاف واقتصادي في نفس الوقت. نعرفوا دابا البرتقال غالي وما شاء الله كل شيء غالي، فنديروا بحال هاد، يعني نحاولوا نقلبوا الطريقه اللي هي احسن وفي نفس الوقت كتكون زوينه. داكشي اش قلت لكم، قطعوا الليمون لشكل دائري باش نتاكدوا على العظيمات ما يكونوا شيء. بعد مرات نقلبوا كنهرسوا شي ليمونه كنلقاو فيها العظومه وبعد وحده تيكون فيهم، ولهذا من الاحسن تفاداو نديروا بحال ما هكايا ونحيدوا منهم العظيمات. قطعوهم بحال هذا الشكل هذا باش نحيدوا العظومه. نتمنى ما نكونش ثقيله عليكم، عافاكم، تفاعلوا مع اختكم خديجه، الله يسهل امركم، الله يرحم لكم الوالدين لما يعني تابعوني وضغطوا الجرس وصلكم جديد ديالي. هنا من بعد ما قطعت هذوك الليمونات ودرتهم في الميكسور او المونينيكس، وغادي نزيد عليهم هاد البنانه اللي كتعطيهم حتى هي لذه زوينه اخواتي. علاش قلت لكم بسيط ولكن راه لذيذ كيجي، غادي نجربوا ان شاء الله وغادي تشكروني عليه. هنا عندي 3 ديال الفريزات يكونوا في مجمد ضروري، من الفريز هو اللي كيعطينا اللذة الزوينه بزاف لهذا العصير. وغادي نزيد عليه هاد الخيز او الجزار اللي بشرت. كيف قلت جوج ديال الجزارات صغار، الا كانوا كبار ديروا غير وحده. بالنسبه للفريز ضروري هو يكون في المجمد، اصلا ما شاء الله الاخوات راه كاملين راهم عندهم يعني بحال الفواكه في المجمد. هنا بالنسبه للماء غندير يطرو قد ديال الماء، ديروا يطرو ديال الماء، وكيبقى الليمون حتى هو راه كيطلق داك العصير ديالو، كذلك خيزو راه كيطلق حتى هو ديك الميه ديالو. تقريبا هذا العصير غادي يعطينا واحد يطرو تقريبا وربع ديال العصير. غادي ندير جوج معالق كبار ديال السكر، نتوما كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. صافي غنطحنوا في المونينيكس مزيان اخواتي. هنا هاد الكشكوشه اللي طلعت كنحيدوها ما كنخليوهاش. صافي وغادي ان شاء الله نسربي في الكويسات كي تشوفوا معايا، جا غزال ولذيذ وصحي، ولادي يعجبهم بزاف. هنا كنجيب هاد الكراميل، العلبه ديال الكراميل الا عندكم، ما عندكم شي ماشي مشكل تزين باش ما بغيتوا تزينوا غير. هنا كنحاولوا ندير هاد الخطوط في الكيسان وكنخويهم العصير، كيعطي واحد المنظر جميل جدا. تزين باش ما بغيتوا تزينوا راكم تزينوا، المهم الا عندكم ديروها الطريقه راه كيجي غزال. كنشدو هكا داك الكراميل وكنديرو خطوط في داخل الكيسان، تيبان بحال راه من برا كيجي زوين، تيعطي يعني النظرة زوينة والدراري كيعجبهم. نحاولو نلعبو على أبسط أشياء، كندير واحد الحاجة اللي هي زوينة، راه المنظر هو اللي كيلعب على كل شيء. صافي وكنخويو بحال هكا وكنقدموه. بالنسبه اخواتي علاش قلت لكم اخر لحظه، لحقاش دايرين دوك الفريزات هما في المجمد يعني باردين متلجين، فما كاينلاش تقولوا خصنا نديروا العصير نطحنوه من قبل مثلا كان الحال سخون وخصو يدار في الثلاجه يبرد، فلا هذوك الفريزات راهم هما تيبردوا لينا يعني كيجي بارد حتى لاخر لحظه، وعاد وجدوا هذا العصير هذا كينقدموا على هذا الشكل هذا، فكيجي زوين بزاف اخواتي ولذيذ. الحاجه اللي زوينه بزاف هو صحي وبسيط، يعني غير مكلف نهائيا. نعرفوا هاد الغاله ديال
الوقت هذا البرتقال صراحة غالي، ونحاولوا نقلبوا على شي حاجة اللي هي هكايا. وحتى النوتي كولا فيديو ديالنا سهلة، نتمنى نلقاكم انتم في احسن حال واحوال، تهلاو في راسكم بزاف، وما تنساوش خدكم خديجة في المتابعة، وضغطوا الجرس يصلكم جديد ديالي. ورمضان مرة اخرى كريم، والسلام عليكم.